أكدت مصادر أمنية مصرية رافعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفاً هو الأخطر في تاريخها. أشارت تلك المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية إلى أن هناك مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم. وحذرت المصادر من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له عبر تزكية أطروحات فاسدة تاريخية وسياسية سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له، وقد رفض بالإجماع الشعبي الفلسطيني التمسك بحقه وبأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة. واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. Thank you.